من المعلومات المغلوطة عن العلاج الطبيعي ان هو يا اما تمرينات علاجية او شكل من المساج او حاجة زي كده. العلاج الطبيعي ببساطة هو تخصص طبي، الهدف منه استعادة الوظائف الحركية للمريض بتاعنا بعد ما بيعمل عملية كبيرة او بعد تعرضه لإصابة كبيرة او اصابات حتى بسيطة زي اصابات الجيم والملاعب، او كمان ممكن يساعد عيان عنده مشكلة مزمنة. في القسم الخارجي بنغطي سكوبس كتير زي إصابات الملاعب، العظام، المخ والأعصاب، مرضى الأعصاب، مرضى الجلطات، مرضى الأطفال، كلهم ليهم جايد لاين أو توصيات طبية بنتبعها هنا. طبعا التوصيات الطبية دي عالمية، منها العلاج الكهربي، العلاج اليدوي، التمرينات العلاجية، الليزر ثيرابي، الشوك ويف، العلاج المائي طبعا، التأهيل الرياضي، الليمفو براس، والعلاج الطبيعي للأطفال.